داخل. أعلن اليوم مدير الدبلوماسية العامة والإعلام بوزارة الشؤون الخارجية بوراوي لمامة عن وفاة 40 تونسيا بفيروس كورونا في فرنسا وعن وفاة 5 أشخاص آخرين في إيطاليا، مؤكدا أن ترحيل الجثامين أمر يكاد يكون مستحيلا في هذا الظرف الصعب، مما دفع البعثات الدبلوماسية والقنصلية إلى التوصية بدفن المتوفين في المقابر الإسلامية، على أن تتكفل وزارة الخارجية بصفة استثنائية بكل مصاريف الدفن. رحم الله الجميع. ولمزيد من التفاصيل معنا مباشرة عبر الهاتف الإعلامي رضا شلبي من ستراسبورغ مباشرة ليطلعنا على وضع التونسيين بعدد من المدن الفرنسية وخاصة في مدينتي ليل دو فرانس وستراسبورغ، أين تم تسجيل أكبر عدد من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا. مرحبا، إذن ماذا عن الوضع الصحي العام للتونسيين المقيمين بعدد من المدن الفرنسية؟ شكرا. صوتا مساء الخير لك ولكل التونسيين اينما كانوا. بدايه لابد من الاشاره الى ان الجاليه التونسيه المتواجده في الشرق الفرنسي لو غران ايست والتي تضم الالزاس لوران والفرنش كونتي عددهم تقريبا في حدود 26 ألف تونسي وتونسيه، وكما هو معلوم مثلت هذه المنطقة بؤرة لانتشار الوباء كوفيد 19 المستجد وانتشاره على الأراضي الفرنسية، حيث لم نسجل إلى حد هذه اللحظة سوى 4 وفيات من الجانب التونسي ربي يرحمهم، والجميع يلتزم بالحجر الصحي. وأبلغكم بأن أغلب الجالية التونسية بخير ونرجو السلامة للجميع، سواء كان بالشرق الأوسط لفرنسا أو بكل الجهات الأخرى، ونتحدث هنا خصوصا بهذه المنطقة الأكثر تضررا. إذن رضا، هل هناك يعني جمعيات تونسية تقدم اليوم الدعم للتونسيين بفرنسا خاصة لمساعدتهم على ظروفهم المعيشية؟ بالفعل بالفعل، يهمنا أن نسجل ما قامت به العديد من الجمعيات التونسية الناشطة هنا بالتنسيق طبعا مع مصالح القنصليات التونسية في كل التراب الفرنسي، من حركات تضامنية موجهة، وهذا نحب نشيد به، خاصة موجهة للجانب الفرنسي كتقديم وجبات فطور، وهذه المبادرة شفناها في ستراسبورغ لأعوان الصحة بمستشفى ستراسبورغ وأعوان الناجدة، وكذلك أفراد الجالية التونسية خصوصا الطلبة اللي يعيشوا فترة صعيبة، الفترة هذه توقف الدروس ويبدو أنه الوضع صعب بالنسبة لهم، نحب نطمنهم ونطمن عائلاتهم أنهم بخير، وكذلك المعلمين والأساتذة المكلفين بتدريس أبناء الجالية التونسية هم كذلك بخير والحمد لله. فقط ما سجلنا في خصوص الطلبة هنالك بعض الصعوبات يتم التنسيق بينهم وبين الدار التونسي بباريس، ولمزيد الإحاطة بهم تم إنشاء خلية أزمة يشرف عليه على سبيل المثال بستراسبورغ السيد محمد الطرابلسي، وهذه اللجنة تعمل طيلة 24 ساعة على 24 ساعة. ونعطيك آخر بلاغ أصدر منذ قليل القنصلية التونسية وكبقية القنصليات بخصوص أفراد الجالية العالقين والمتحصلين على تأشيرة دخول سياحية وانتهى أجلها، أنه تمت دعوتهم إلى تقديم مطلب للتمديد لدى مصالح المحافظة. تقريبا هذا أبرز ما لدينا يا سوسن. إذن مشكور، نرجو السلامة لك الزميل رضا شلبي طبعا، ولكل الجالية التونسية المقيمة في كل المدن الفرنسية وفي ستراسبورغ. شكرا.